بصبح بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية. والبداية طبعا يعني كلنا متابعين تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على بعض المناطق. كمان أعلن مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والري عن خرائط التنبؤ بالطقس، كما شكلت الوزارة غرف طوارئ في المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية بالوزارة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس احنا معانا عبر الهاتف دكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري والمشرف على مركز التنبؤات. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، تحياتنا لحضرتك يا دكتور في البداية. الله يسلمك. خلينا نعرف من حضرتك طبعا يعني توقعات مركز التنبؤ خلال الأيام القادمة بالنسبة للأمطار والسيول أيضا. خلينا نقول إن الفترة القادمة هنبدأ إن شاء الله من غدا الثلاث، هيبقى في موجة من عدم الاستقرار، هيبقى في أمطار على الأجزاء الشمالية من البلاد، ويمكن الخرائط تم إعلانها عن طريق مركز التنبؤ اللي بتهتم بأماكن سقوط الأمطار وتحديد شدتها وتوزيعها على المحافظات، علشان يبقى في جاهزية في المواقع لأي ظروف طارئة، إن الأمطار ساعات بتبقى شدتها أعلى من المعتاد وبيتأدي لسيول. فالحقيقة هنبقى فيه 3-4 أمطار على السواحل الشمالية. يعني السواحل الشمالية مش هتوصل للقاهرة ويعني المحافظات داخل يعني الجمهورية؟ مش هتمتد الأمطار، مش شديدة، ولكن هي على السواحل، ولو وصلت القاهرة بتبقى مجرد زخات بسيطة يعني. طيب تمام. طيب خلينا نعرف من حضرتك كمان يا دكتور يعني أقصى مدة زمنية من الممكن أن يتم إصدار يعني التوقعات بشأنها. طبعا المدة الزمنية لتوقعات الأمطار احنا عارفين أن أصعب عنصر من عناصر التوقع حدوثه هو المطر، ولكن قبل حدوث الأمطار بخمس أيام بيتم إصدار تحذيرات أولية وتوقعات أولية بيتم تدقيقها قبل حدوثها بثلاث أيام، وكل ما قربت المدة بتبقى التوقعات أكثر دقة، ولكن الحمد لله بنسبة 90% تم التوقع بكافة العواصف المطيرة اللي حصلت على مدار ثلاث أعوام سابقة. طيب تمام. طيب مدى فعالية منشآت الحماية من مخاطر السيول، وطبعا مدى جاهزيتها في مواجهة الأمطار والسيول اللي تعرضت ليها البلاد؟ خلينا نقول إن وزارة الموارد المائية والري أنشأت أكثر من 1500 منشأ للحماية من السيول في الجمهورية كلها، تتنوع من سدود حماية وبحيرات تجميع مياه وخزانات أرضية، بالإضافة في 117 مخر للسيل. كل المنشآت دي من قبل فصل الخريف والشتاء بيتم تجهيزها والتأكيد إن كل المنشآت جاهزة علشان تأدي الغرض منها. الحال بيبقى تدفيرات لكل المخرات، لو في رواسب في البحيرات أو السدود بيتم عمل الصيانات اللازمة. النوى اللي فاتت الأمطار الشديدة اللي نزلت في حلايب وشلاتين وبعض المناطق الجنوبية، منشآت الحماية من السيول بصراحة كان فعالة جدا، حجزت كمية من الأمطار، وبالفعل المنشآت يعني قربت على الامتلاء وحمت المناطق السكنية. خلينا بتكلم على أن منشآت الحماية من السيول بتحمي مدن بأكملها، إنما لما الأمطار بتنزل داخل المدن من الطبيعي أن يبقى فيه بعض الأمطار اللي جوه الطرق الداخلية، إنما حماية مدينة من أي كمية مطر بتبقى نازلة من جبال باندفاع شديد وبتبقى سرعتها عالية. الحقيقة منشآت الحماية من السيول في النوى اللي فاتت كانت فعالة جداً وحمت السكان في جنوب مصر. تمام. طيب دكتور إيمان يعني نعرف من حضرتك كمان الإجراءات الخاصة بمحطات الرفع لمواجهة الأمطار. طبعاً محطات الرفع من العناصر الفعالة جداً والأساسية في منظومة الحماية من السيول والأمطار، لأنها بتعمل على رفع المية من المجاري المائية والتخلص منها، ولو في أي مشاكل في محطات الرفع ممكن لا قدر الله تؤدي لغرق قرى والغرق بيوت بأكملها. خطة وزارة الري فيها عدد من محطات الطوارئ اللي بتبقى جاهزة تشتغل في أي منطقة بيحصل فيها أمطار، بالإضافة للمحطات الرئيسية اللي موجودة وبتشتغل بشكل مستديم، بيبقى فيه طوارئ ومحطات نقالة بتنتقل من مكان لمكان. يمكن في الفترة الأخيرة تم إنشاء 4 محطات إضافية في منطقة غرب الدلتا بعد سيول 2015. الأربع محطات دول بيعملوا دلوقتي بشكل جيد وبيقدروا يخلوا الناس مطمئنين في المنطقة دي. صحيح. محطات شرق الدلتا برضو والمحطات اللي في سيناء، كل المحطات الخاصة بالرفع
بتعمل بشكل جيد، وفي خطط للطوارئ وفي مراكز طوارئ ومحطات نقالة بتدي جهازية وبتدي أمان أكتر لمنظومة الحماية من السيول. نعم. طب خلينا كمان نعرف من حضرتك يا دكتور يعني مدى الاستفادة من منظومة الإنذار المبكر اللي تم إنشائها للتنبؤ بالأمطار، وكمان تحديد كمياتها وشدتها. خلينا أقول برضو إن كان قبل إنشاء منظومة الإنذار المبكر يمكن إحنا كلنا فاكرين في 2015 واللي حصل من نوى مماثلة من اللي بنشوفها في الأعوام اللي بعد كده، وحصل دمار كبير جدا نتيجة إن ما كانش فيه جهازية على الأرض. صحيح الأمطار كانت شديدة، ولكن عدم الجهازية وعدم الإدراك بيها أدى إن يبقى فيه تفاقم للأزمة. منظومة الإنذار المبكر حاليا قبل أي مطر بخمس أيام بتعد خرائط تفصيلية فيها شدة المطر. المناطق اللي هتبقى أكثر عرضة وأكثر شدة للأمطار بتظهر بلون مختلف، اللون الأحمر، ويمكن بيتم تركيز الجهود خلال فترة قبل النوى أن يبقى فيه جهازية لكل المعدات، وفي تضافر للجهود بين كل أجهزة الدولة. منظومة الإنذار المبكر في غرفة للعمليات عليها أكثر من 350 مسؤول في الدولة، يتنوع من محافظين ووزراء وقيادات محلية. لو في منطقة هتبقى مشار ليها وصدر إنذار إنها هتبقى أكثر عرضة للسيول، كل الجهود بتتضافر لمواجهة المطر في المنطقة دي. الحمد لله النوات اللي فاتت كلها نجحنا ان احنا نقلل المخاطر. السنة اللي حصل فيها النوى 12 مارس 2020 طبعا وصل حد ان يبقى فيه تعطيل للعمل، وده يمكن ادى لرفع جهازية الدولة كلها انها تتعامل معاه كميات مية زيادة. نعم. المنظومة يمكن بأقل تكلفة بتقلل مخاطر كتير جدا كانت تتعرض لها الدولة في وقت سابق. صحيح. طيب احنا قرينا يعني يا دكتور على او بيتداول على مواقع السوشيال ميديا انه هيكون في نوى على محافظة الإسكندرية في الايام القادمة، هل يعني الخبر ده حقيقي ولا زي ما حضرتك ذكرت انه هيكون في مجرد امطار يعني على السواحل الشمالية بشكل عام؟ خلينا اقول ان في جدول للنوات كل الناس عارفينه، ويمكن سكان المدن الساحليه كلهم عارفين ان في توقيتات محدده للنوات. فبيبقى متوقع ان نوه المكنسه او غيرها جايه في ايام محدده، ولكن خلينا اقول ان التفاصيل بتاعه كميه المطر وشدته وحاله البحار بيتم اعلانها قبلها بثلاث ايام. المطر بصفه عامه في الوقت ده في السواحل الشماليه بيبقى اعلى من يعني هو وقت الامطار في اسكندريه هو الموسم بدا بالفعل، ولكن يمكن ده معتاد وبيتم التعامل معاه بشكل اعتيادي، ما بيؤديش يمكن لمشاكل كتير نتيجه ان المحافظات الساحليه في مصر معتاده على هذه الامطار، بيبقى في جهازيه وفي اتخاذ الاجراءات من كافه اجهزه الدوله، فان شاء الله مش هيبقى فيها مشاكل. نعم. طيب خليني يعني في النهايه اسال حضرتك يا دكتور، يعني احنا عارفين ان وزاره الري مسؤوله عن توفير الاحتياجات للبلاد طبعا من زراعه وشرب وملاحه نهريه، فنتكلم مع حضرتك ونعرف عن ما تم في هذا الشأن. طبعا وزارة الري مسؤولة عن توفير الاحتياجات للبلاد كلها في كل التوقيتات، وبتعمل وفقا لبرنامج يعني دقيق لتحديد الاحتياجات المائية لكل قطاع من قطاعات الاستخدام في المواسم المختلفة. يمكن احنا دلوقتي في فاصل زراعي وما فيش احتياجات لمياه الزراعة، فبيتم تخفيض المناسيب وبيتم الموافاة بكميات المحتاجينها للشرب فقط. بيتم برضو أخذ في الاعتبار الاحتياجات للملاحة النهرية. كل هذه الاحتياجات بتأخذ في الاعتبار، وفي نماذج بتشتغل في وزارة الري وفي صورة أقمار صناعية بنتابع بيها على الأرض التطور في الزراعات، وبيتم يعني إطلاق التصرفات اللي محتاجينها لكل القطاعات بشكل دقيق. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات. بشكرك دكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري والمشرف على مركز التنبؤات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معانا تقرير خاص بمتابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وقد وجه السيسي بخروج كافة تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضرتك.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه سيادته بخروج كافة تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من كافة الاتجاهات، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة واستغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطع الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله واجهة للحضارة المصرية وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والأثار استعرض كذلك آخر الاستعدادات لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، والتي ستشهد الكشف عن طريق الكباش، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل. كما عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد لتعزيز وتطوير النشاط السياحي والترويج للمقاصد السياحية المختلفة. دقيقة واحدة تفرق كتير، والوقت دايماً تحدي. في زمن قياسي، مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد، وطورت 335 مزلقان، 212 عربة قطار تم شرائها، وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد، وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة لتتسع ل 2 مليون راكب سنوياً، وتطوير ميناء نويبع، وتم تعميق المجرى الملاحي لموانئ دمياط والإسكندرية لاستيعاب كل السفن العملاقة. مصر دايماً على الطريق الصحيح وهتوصل بسرعة. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 253 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. معنا خبر خاص بإعلان وزارة التنمية المحلية عن حجم ما تم تمويله من مشروعات لمبادرة مشروعك منذ بداية المبادرة حتى الآن، بأنه يصل ل 21.4 مليار جنيه. ولتفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معنا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر. تحياتنا لحضرتك يا دكتور، وخلينا يعني في البداية ناخد فكرة من حضرتك عن هذه المبادرة وأيضا الهدف منها. يعني مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، مبادرة مشروعك دي أنشئت في الربع الثاني من 2015،
والهدف الرئيسي منها هو إحداث تنمية محلية مجتمعية في جميع محافظات مصر من مراكز وقرى ونجوع ومدن، والهدف من ده عجلة دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل حقيقية لأهلنا من المواطنين عن طريق تمويل المشروعات المتنامية في الصغر والصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية. وأهمية المبادرة دي تكمن في أنها بتحد من العديد من الظواهر السلبية الخطرة زي العشوائيات، زي الهجرة غير الشرعية، زي بعض يعني الظواهر السلبية من إدمان المخدرات، من تطرف، من إرهاب وغيرها. وده من خلال المساهمة في يعني خفض معدلات البطالة، تحويل القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة، وبالتالي حضرتك كده بتساهم في توزيع قاعدة العرض من السلع والخدمات، وبالتالي برضو يبقى حضرتك بتحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة بتستهدف في الآخر تحقيق جودة الحياة أو المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية لأهلنا في المحافظات المصرية. المبادرة دي يتم تغطيتها من خلال 260 مقر على مستوى محافظات الدولة المصرية بدءا من القاهرة وصولا إلى شمال سيناء. طبعا المقرات دي موجودة في دواوين عموم المحافظات وفي المراكز والمدن، وبالتالي علشان كده هي منتشرة. كذلك الأمر من الأهمية بمكان نحن نوضح أنه الوزارة قامت على مدار 3 سنوات الماضية بتدريب ورفع مهارات حوالي 1000 زميل وزميلة من موظفين العاملين بمشروعك على مستوى المحافظات المصرية. وده من خلال دورات متخصصة بشراكة استراتيجية مع البنوك في مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة، مما ساهم ده في التعامل الجيد مع الراغبين في الحصول على قروض وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم، خلق شبكة تمام العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر. وتقديم كمان برضو حاجة في غاية الأهمية والاستشارات الفنية، دراسات الجدوى التمهيدية، كذلك الأمر المساعدة في التدريب الفني والإداري، بالإضافة إلى طبعا مقرات مشروع الدسام في تقديم الرخصة المؤقتة، ودي من الأهمية بمكان نحن نأكد عليها طالما أن المشروع أوراقه مستوفى. إلى حين صدور الرخصة الدائمة بيتم استصدار رخصة مؤقتة للعمل، وكذلك الأمر القيام بدور عمل مكثف لأعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من المميزات دي، والأنشطة طبعا اللي بيقوم بها يعني لتمويلها مشروعك أنشطة صناعية وزراعية وحيوانية وتجارية وخدمية، كذلك الأمر مهن حرة. طب دكتور، يعني سؤال بيجي على أذهان الكثير، هل في شروط معينة يجب أن تتوافر في الشخص اللي هيقدم لهذه المبادرة، وكمان يعني كيفية التقدم له والاستفادة من هذه المبادرة؟ يعني كيفية التقدم في مقرات مشروعك المنتشرة في المحافظات المصرية، كذلك الأمر المقر الرئيسي لدينا في وزارة التنمية المحلية. لدى الزملاء في برنامج مشروعك وفي دواوين عموم المحافظات موجود مقرات مشروعك يمكن التقدم لها بشكل مباشر. أما فيما يتعلق بالمتطلبات، يعني المتطلبات العادية جدا، بطاقة الرقم القومي، فكرة المشروع، أن يكون أنهى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، بالنسبة للبنات يعني تكون يعني أنهت الخدمة العامة أو أعفت منها، كل ده من كل ده من المتطلبات اللازمة للتقدم لبرنامج مشروعك. طب إحنا في مقر لبرنامج مشروعك بجميع المحافظات؟ طبعا يا فندم، احنا لدينا 260 مقر في 27 محافظة على سبيل المثال، وليس الحصر، لو جينا للقاهرة هنلاقي فيها 19 مقر، الجيزة 18 مقر، الشرقية 18 مقر، بقالية 21 مقر، كفر الشيخ 12 مقر، البحيرة 15 مقر، سوهاج 14 مقر، الوادي الجديد 5 مقرات، الاسكندرية 9 مقرات، المنيا 9 مقرات، اسيوط 13 مقر، الاقصر 10 مقرات، قنا 9 مقرات، وغيرها من المحافظات المصرية
المقرات منتشرة فيها، ويكفي أن حضرتك تخشي على بوابة وزارة التنمية المحلية تطلع على الشروط وعلى المقرات، كذلك على بوابات المحافظات الإلكترونية موجودة برضو صفحة بتاعت مشروعك وموجود المقرات بتاعتها فين في داخل المحافظة. إنما في ديوان عام كل محافظة يوجد مقر، وفي لجان لتسيير هذه هذا البرنامج برئاسة السيد السكرتير العام للمحافظة المختصة. طب خلينا نتكلم مع حضرتك عن حجم ما تم تنفيذه أو تقديمه حتى الآن، وطبعا تحديدا خلال شهر أكتوبر الماضي في هذه المحافظات. يعني على مستوى أكتوبر الماضي هو تم حوالي تنفيذ 2500 مشروع بقروض إجباري حوالي نصف مليار جنيه، وفرت حوالي 20,000 فرصة عمل في كل المحافظات المصرية. وبالتالي يعني برنامج مشروعات بيعد فعلا بوابة لريادة الأعمال بالنسبة للشباب. وخليني أقول لحضرتك على مستوى من بداية المبادرة في ربع الثاني من 2015 حتى تاريخه، بلغت حجم تمويل المشروعات 21.4 مليار جنيه مصري، مولت 183,000 مشروع استثماري متنوع في الأنشطة اللي أنا ذكرتها. كذلك الأمر وفرت أكثر من 1,200,000 فرصة عمل. لو جينا على الترتيب النسبي للمحافظات هنلاقي بتيجي في الصدارة محافظة المنيا، احتلت المركز الأول في عدد من المشروعات 21,000 مشروع بقروض تقترب من 2.5 مليار جنيه مصري، يليها محافظة سوهاج 19,000 مشروع بحجم إقراض 2.2 مليار جنيه مصري، البحيرة 19,000 مشروع بقروض حوالي 1.5 مليار جنيه مصري، ثم تأتي الدقهلية ثم الشرقية ثم بني سويف وغيرها من المحافظات المصرية. يعني مجهود أكتر من رائع. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة. نروح مع حضراتكم لتقرير خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، وده يكون في مجال الأمن العام ومكافحة المخدرات. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 14 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة، وضبط عدد 608 عنصراً آخرين بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سلاح، مخدرات، سرقة، وخطف، وضبط معهم 353 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 70 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1527 قطعة سلاح ناري، أبرزها RPG، 3 جرينوف، 225 بندقية، و139 بندقية آلية، و82 مسدساً، و1077 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة العيرة، و230 خزينة، إضافة ل 1870 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 572,106 حكما قضائيا
بإجمالي 38,691 متهماً، من بينهم 2,388 حكم جناية و 198,498 حكم حبس و 293,623 حكم غرامة و 77,597 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضمت 34 متهماً قاموا بارتكاب 67 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 80 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 119 متهماً، كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1939 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 2,181 متهماً، وبحوزتهم قرابة 612 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وما يقرب من 291.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 89 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 36 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 18,547 قرص مؤثر و 22,455 قرصة ترامادول و 7,111 قرصة كيبتاجون. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 46 مليون جنيه. كما تم ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 32 مليون جنيه. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. رياضيا، غدا الثلاثاء تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة لقاء المنتخب المصري في مواجهة الجابون، وده بعد أن حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة منتخب مصر ضد أنغولا. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا كابتن. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. تحياتنا لحضرتك، وخلينا نعرف يعني موقف المنتخب المصري حتى الآن، وطبعا نعرف كمان من حضرتك السيناريوهات المتوقعة مع لقاء الغد. هو مصر الحمد لله تأهلت إلى الدور النهائي من التصفيات بصرف النظر عن مباراة بكرة اللي هي زي ما حضرتك قلت مع المنتخب الجابوني الساعة 3 عصرا، لكن كل تفكير الشارع المصري دلوقتي في المرحلة القادمة أو المباراتين الفاصلتين. يعني هو دلوقتي احنا عندنا 10 مجموعات في التصفيات هياخدوا أصحاب المراكز الأولى، تحدد منهم لغاية دلوقتي منتخبات عندنا السنغال والمغرب ومنتخب مصر، وعندنا منتخب مالي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، ومبارح كمان تأهل المنتخب الغاني. ففي 6 فرق خلاص اتعرفوا ان هم موجودين في الدور النهائي من التصفيات، هتحط عليهم 4 كمان غالبا يعني هيبقى المنتخب الجزائري المجموعة الأولى والمنتخب التونسي، وفي كمان المنتخب النيجيري، وواحد ما بين الكاميرون وكوت ديفوار. يعني موقف متشابك شويه ما بين الفرقتين دول لغايه دلوقتي، لكن الثلاثه التانيين لا محاله وبنسبه كبيره جدا هينضموا مع الست اللي انا قلتهم. المهم هيبقى عندنا 10 منتخبات، العشر منتخبات دول هيشوفوا تصنيفهم في اخر تصنيف عملوا الاتحاد الدولي اللي هو هيبقى في الشهر القادم يعني، وهيرتبوه. مصر يعني بكل أسف غالبا هتبقى السادس، وبالتالي هتبقى الفرق المستوى الثاني، لأن العشر فرق هيتم تقسيمهم إلى مستويين، ألف 5 منتخبات وب من 6 لـ10، وبعدين يعملوا قرعة واحد من المنتخبات اللي تحت يقابل حد من المنتخبات اللي فوق. مين هي المنتخبات اللي فوق اللي ممكن منتخب مصر يقع في سكتها؟ منتخب الجزائر، ومنتخب قوي جدا لم يهزم 32 مباراة حتى الآن، وبطل أفريقيا
ونتائجه الحقيقة رائعة جدا، وعنده مدرب رائع جدا اللي هو جمال بالماضي، وعنده يعني نخبة من اللاعبين الرائعين جدا. مين منتخب السنغال؟ هو وصيف كاس الأمم الأفريقية. منتخب السنغال طبعا عنده ساديو ماني، يعني زميل محمد صلاح فريق ليفربول، ومدربه أليو سيسي مدرب مميز جدا، وكان لاعب سابق في المنتخب السنغالي، وهم كانوا وصلوا مع الجزائر للنهائي وخسروا بركلات الترجيح. يعني هم والجزائر قوتهم متعادلة تقريبا، دول أقوى فرقتين في أفريقيا دلوقتي. نعم. تيجي بعد كده حضرتك للمستوى الأول برضو اللي ممكن مصر تقع مع حد فيهم، المنتخب المغربي، منتخب برضو قوي جدا، يعني بعتبره رقم ثلاثة بعد الجزائر والسنغال. مدربه وحيد حليلوزيتش، وعنده مجموعة رائعة من النجوم، وتصدر مجموعته بجدارة، العلامة الكاملة، يعني كسب كل مبارياته. المنتخب الرابع هو المنتخب التونسي الشقيق، ومنتخب تونس مدربه هو المنذر الكبير، وفي لعيبة كتير طبعا يعني بيلعبوا في الدوري المصري زي علي معلول لاعب الأهلي، زي حمزة المسلوسي وسيف الجزيري لاعب الزمالك، زي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، ويعني من الفرق الجيدة، لكنه أقل أو أخف شوية من الثلاث فرق اللي أنا قلتها قبل كده اللي هي الجزائر والسنغال. والجزائر والسنغال والمغرب. نيجي لآخر المنتخبات في المستوى الأول اللي ممكن مصر تقع مع حد فيهم في القرعة، نيجيريا. وانا بقول نبقى محظوظين لو وقعنا مع نيجيريا، لان احنا كده او كده كمان هنلعبها في كاس الامم في شهر يناير القادم ان شاء الله، هتكون اول مباراه لينا. المنتخب النيجيري كان ثالث بطوله كاس الامم، يعني هو اخف وطأه واقل حالا من الفرق الثانيه. هتلعبيه ذهاب واياب، مباراه الذهاب هتبقى في ملعبك، ومباراه الاياب هتكون عنده. ايا كان بقى هيطلع لك بقى نيجيريا، بقى تلعبي المباراه الفاصله في نيجيريا او جزائر او تونس او مغرب او السنغال، هتلعبي المباراه الثانيه بره ارضك. اللي يكسب في مجموع المباراتين يتاهل الى كاس العالم مباشره، الخمس دول دول هيتاهلوا. يعني احنا بنسمع دايما يا كابتن على مواقع السوشيال ميديا انه الامر بيتوقف على مباراة نيجيريا، يعني المصطلح ده بيدل على انه مثلا نيجيريا يعني اخف حدة شوية من الفرق التانية؟ لا، هو بيتوقف على نيجيريا، نيجيريا لسه عندها مباراة بكرة مع رأس الاخضر. بس المباراة دي في نيجيريا وهم متقدمين بفرق نقطتين، فيكفيهم التعادل عشان صدارة المجموعة. فالناس يمكن حط امل ان الرأس الاخضر يكسب فنيجيريا تخرج، فمصر تخش في المرتبة الخامسة مطرحها، يعني وده صعب يعني مش سهل. انت بتلعبي على ملعبك وفوزت جمهورك، وهو فريق نيجيريا افضل من رأس الاخضر، لازم نعترف بده. لكن كرة القدم فيها كل حاجة، انما احتمال لا يزيد عن 2% عشان نبقى واضحين، او 3% لا يتكرر، لكل 100 مباراة يتكرر في مباراتين يعني. طب خلينا نتكلم بشكل عام مع حضرتك عن يعني ازاي بيقدر او بنقدر نتم تحديد ملعب الذهاب والاياب بين الفرق العشر. الذهاب خلاص وانت يعني مغمضه كده هيبقى فرق المستوى الثاني، هيبقى الذهاب عندها. وانا قلت ان مصر غالبا في المستوى الثاني، يبقى مباراه الذهاب هتبقى في القاهره. العوده بيدي افضليه للفرق اللي هي في المستوى الاول. يعني هو بصي من الاخر، المستوى الاول بيفرق على الأقل 25%، بيزود فرصك من 20-25% للتأهل. عشان كده كل جمهور الكرة في مصر كان مهتم بفكرة المستوى الأول والمستوى الثاني. المستوى الأول أنت هتقابلي حد من المستوى الثاني، المستوى الثاني الكونغو الديمقراطية أقل بكتير قوي من السنغال ونيجيريا والمغرب وتونس والجزائر، أو تقابلي مالي برضو أقل، أو يعني الفرق مستواها أقل. تاني حاجة في ميزه الفرق المستوى الاول ان مباراه العوده الفاصله بتبقى على ملعبها، بتاخدي بقى الشحنه الجماهيريه، وبتبقى انت نازله في ملعبك وفي مخك نتيجه المباراه الاولى، ويبقى عندك دافع وتصميم، فبتتصعب شويه المهمه بالنسبه للفرق اللي هي بتكون في المستوى الثاني. يعني انا اقول انه لو كنا في المستوى الاول كانت حظوظنا تصل الى 65% في التاهل، دلوقتي يعني الحظوظ 45%. طب احنا تم تحديد موعد القرعة اللي الفرق اللي عدد الفرق اللي هتمثل القارة الأفريقية في مونديال 2022؟ العشر منتخبات اللي هيتأهلوا اللي هم أوائل المجموعات العشر، احنا قلنا ستة منهم، وقلنا ثلاثة يعني متكهدين
بتأهلها هيبقوا 9، وفاضل واحد ما بين الكاميرون وكوت ديفوار، هنعرفهم كلهم بكرة. العشر فرق دول أو العشر منتخبات دول هيعملوا قرعة ما بينهم، غالبا هتكون في 18 ديسمبر. ويعني أنا كنت أتخيل إن بدام الماتشات أو المباريات الفاصلة هتبقى في مارس، كان ممكن جدا الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي يأجلوا التصنيف لغاية مثلا فبراير، على أمل إن كان في كأس أمم أفريقية وإنت هتقابلي نيجيريا ممكن تكسبيها فتتقدمي في التصنيف، على أمل إن أنت تعملي نتائج كويسة في المباريات الأخرى. لكن للأسف الشديد هم يعني خلاص هيعلنوا التصنيف قبل ما يعملوا القرعة 18 ديسمبر، والمباريات مباراتي الذهاب والعودة مع إحدى الفرق ديت هتكون في شهر مارس إن شاء الله، الذهاب هنا في مصر والعودة خارج مصر إن شاء الله. طب كابتن، يعني حابين نعرف من حضرتك توقعات يعني حضرتك لمباراة غدا بين مصر والجابون. والله يا مباراة تحصيل حاصل وفرصة جيدة لكيروش ان هو يواصل سلسلة يعني نتائجه الطيبة، مش هقول العروض الطيبة لانه برضه احنا كنا منتصرين عرض افضل يعني في مباراة انجولا، بس نتائج الطيبة. احنا مع كيروش عملنا 4 مباريات، واحدة ودية كسبناها على إيبيريا، و3 مباريات رسمية، 2 مع ليبيا ذهابا وعيابا فوزنا، وتعادلنا مع انجولا. ففرصة انه هو يواصل يعني العروض والنتائج الجيدة او يواصل النتائج الجيدة، ورغم ان هي مباراة لن تؤخر او تقدم على تأهلنا خلاص، لانه الجابون 7 نقاط واحنا 11 نقطة، فهم قدر الله كسبوا يبقوا 10 نقاط واحنا 11. لكن انت بتلعبي في مصر وما ينفعش ان انت تخسري، وانت يعني البطل لازم يكسب، البطل لازم حتى لو يعني مباراة تحصيل حاصل مطالب ان هو يأدي، وتبقى فرصة كمان ان هو ممكن يشرك لاعبين ما كانوش لعبوا الفترة اللي فاتت عشان يطمئن عليهم ويجهزهم، خاصة ان احنا كمان بعد ايام بعد اسبوعين بالضبط عندنا كاس العرب وهتبقى في قطر ان شاء الله، وعدد كبير جدا من اللاعبين المحليين اللي في منتخب مصر هيلعبوا في كاس العرب يعني، لكن اللي هيغيب عن كاس العرب في المنتخب المصري اللاعبين المحترفين زي صلاح زي النني زي عمر مرموش، ودول عددهم مش كبير في المنتخب يعني بتتكلمي في 5 لعيبة مثلا او حاجه. يعني انا بشكر حضرتك جدا وبنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الوطني. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. بشكرك جدا كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بكده تكون انتهت فقرتنا الإخبارية مشاهدينا، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية وضيفتنا اللي هتكون معانا عبر ماسنجر دكتورة مريان جرجس الكاتبة الصحفية، خليكم معانا.